السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونلتقيكم في النشرة الأخيرة لهذه الأمسية من الفضائية الشادية. افتتاحية الأسبوع التي تناولت أهمية مراقبة المواد الغذائية وطرق استهلاكها بهدف تجنب الأمراض وضرورة فرض أقصى العقوبات على من يخالف مواصفات ونوعية المنتجات. من أجل سلامة المجتمع، الزميل تجاني مهدي مصطفى. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يقال إن العقل السليم في الجسم السليم، ويتفق الخبراء في الرأي بأن التغذية الصحية المتكاملة مهمة للصحة، والالتزام بتناول نظام غذائي صحي تتوفر فيه الكميات الأساسية لاحتياجات الجسم تمنحه حيوية ونشاطا وتقلل من نسبة الإصابة بالأمراض. كما أن بعض فوائد التغذية الصحية تقي الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري والجلطات الدماغية وغيرها، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان كسرطان الثدي وسرطان المعدة الخطيرة. كما تمد الجسم بالحيوية والطاقة اللازمة لبذل الجهد، وذلك من خلال توفير كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم. ولذلك ينصح الأطباء العاملون بعدم إهمال وجبة الإفطار لما لها من أهمية كبيرة في دعم الجسم. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومات والدول التي تولي صحة شعوبها اهتماما إلى العمل جاهدة من أجل تبني استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة تحديات فقدان التوازن الغذائي. إن التغذية الصحية التي لا تراعي نوعية المنتجات المستهلكة تنقصها العناصر والمحتويات المرغوبة، ولا تلبي تغذية الجسم المتكاملة، وتولد نتائج وأضرار لا تحمد عقباها، وتترك أثرا سلبيا في الجسم، حيث يصاب الفرد سواء بأمراض سوء التغذية أو بأمراض أخرى تستعصي العلاج. إذن هنا يبرز دور مركز مراقبة نوعية الأغذية والمنتجات المستهلكة المستوردة منها أو المنتجة محليا، وهي مبادرة قامت بها الحكومة الشادية لتقييم المخاطر والامتثال النسبي لمواصفات كافة المواد الغذائية والمشروبات والأدوية، وتطوير سبل حفظ الغذاء في الطرقات. وبالفعل باشر المركز في العام الماضي عملية المراقبة عبر إجراء بعض التحاليل للمواد الأكثر استهلاكا كالخبز والثلج والمياه المعلبة، حيث أشارت النتائج النهائية بعدم تلبية بعض هذه المواد للمواصفات المطلوبة، وهي خطوة أجبرت المعنيين على ترك نمطهم القديم واستيفاء الشروط المفروضة من قبل المعنيين. وهذا لا شك إنجاز يستحق الإشادة، فالمركز يعول عليه كثيرا في المراقبة وتحديد جودة المنتجات وتلبيتها للمواصفات بالمستوى المطلوب. ومن هنا فإن معرفة الفترة الزمنية لصلاحية المنتجات أمر في غاية الأهمية، حيث يحدد المنتجون تاريخ الصلاحية ويحذرون في نفس الوقت من مغبة تناول المنتج بعد انتهاء التاريخ، وهذا في حد ذاته ينذر بخطورة الإصابة بالوعكات الصحية في أي لحظة ممكنة. لذا يجب على السلطات المعنية بذل المزيد من الجهد لفرض أقصى العقوبات على من يخالف مواصفات نوعية وجودة المنتجات من أجل سلامة المجتمع وأفراده، في حين يتحتم على المستهلك التأكد التام من صلاحية المادة المنتجة قبل الاستهلاك. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.